رجل كبير في السن اسمه العم سالم. هذا الرجل أحب الصلاة حبا جما، وكان فقير المال لكنه غني الإيمان بالله سبحانه وتعالى. رجل ما ترك، اسمعوا إلى هذا الكلام ووجهه إلى الشباب بشكل خاص، ما ترك صلاة الجماعة في 33 سنة إلا مرتين، ما فاتته صلاة الجماعة إلا مرتين. لماذا هاتين المرتين؟ هل كان يشاهد مباراة برشلونة وريال مدريد وسهران عليها مثلا؟ لا والله، هذا الرجل ما ترك صلاة الجماعة إلا مرتين، وذلك بسبب المرض. وعندما صلى في البيت تلك الصلاتين كان يصلي وهو يبكي ويخبر زوجته بعد الصلاة: أحس كأنني لم أصلي، مع أنه معذور شرعا أن يصلي في البيت بسبب المرض الذي أصابه. مع ذلك بكى بكاء حارا حتى أشفقت عليه زوجته. مرتين فقط، وكم نحن تفوتنا صلوات الجماعة ولا نحس بذلك، ولا يعني لا يأتينا الألم في أنفسنا بأن فاتنا شيء عظيم. هذا الرجل أحب الصلاة ودعا الله سبحانه وتعالى أن تكون خاتمته في بيت من بيوته. ذهب يصلي صلاة الفجر وكان يوقظ أهله لقيام الليل، وكان يقوم الليل في البيت ثم يذهب ويكمل قيام الليل في المسجد قبل الأذان. فدخل المسجد وصلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يصلي، ثم أذن لصلاة الفجر وصلى العم سالم سنة الفجر، وأخذ ينتظر الإقامة. وفي الدقيقة الأخيرة التي تتناقص من 60 ثانية أراد أن يقوم فإذا به يسقط، وذهب ظن الناس بأن به صرع، فذهب ليسعفه شاب كان يتنافس معه على قيام الليل في الجامع، فسمعه يهمهم فقرب أذنه فإذا بالعم سالم يردد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفاضت روحه إلى بارئها.